نستقبل السيد عبد الغفور درار. سيد عبد الغفور مساء الخير. مساء الخير الأخ سامير، وشكرا على الاستضافة. أهلا بيك معانا، شرفنا وجودك معانا على شاشة الأهلي. قبل دقائق ناخد منك تفاصيل استعداد الأشقاء في مراكش لاستقبال حفل جوائز الأفضل على مستوى الضيوف، على مستوى التحضير للحفل، قبل ما ندخل في التفاصيل. نعم، بالنسبة للاستعدادات هي كانت منذ أيام على قدم وساق في مدينة مراكش، حيث سيقام بقصر المؤتمرات وهو معروف على استقبال أبرز الأنشطة الريادية والأنشطة الغير ريادية في مدينة مراكش. بالنسبة للاستعدادات الآن، هناك استعدادات على توافد اللاعبين والمرشحين لجائزة أفضل جوائز الكاف بمدينة مراكش. نعم، بالنسبة للمرشحين محمد صلاح بالنسبة من المصري لاعب ليفربول، إضافة إلى أشرف حكيمي، والنيجيري فيكتور أوسيماني. ازاي بداية، يعني شفت كإعلامي طبعا فكرة الاختيارات، فكرة الترشيحات بداية، وعايزك تكلمني أكتر عن كيفية تحديد الفائز بأي لقب من أو أي جائزة من الجوائز. هل القصة مرتبطة بمتخصصين، بخبراء، بمديرين فنيين، أو بتصويت من خلال الجمهور؟ نعم، بالنسبة للتصويت لأفضل اللاعبين في السنة، هناك من طرف الصحفيين الأفارقة إضافة إلى الجماهير، لكن بالنسبة للقوائم النهائية شهدت بعض الاختيارات اللي غير مفهومه من الكاف، حيث بعد من طرف هنا في المغرب انتقادات لاذعه للكاف باسقاط ياسين بونو اللي كان حاسم رفقه المنتخب الوطني المغربي لوصول لنصف نهائي كاس العالم، بالاضافه الى كان دوره الكبير بتتويج اشبيليا. لكن معلش اسمح لي سيد عبد الغفور. نعم. انا لسه كنت بعلن على الاسماء المرشحه للمنافسه على جائزه افضل حارس مرمى في القاره، وكان من ضمنها ياسين بونو. هل تم استبعاد ياسين بونو من المنافسه على جائزه الافضل؟ لا، جائزه افضل لاعب هو موجود بجائزه افضل حارس افريقيا. هذا الوسط المغربي كان يعتقد انه بونو سيكون ضمن ثلاثه مرشحين للكره الذهبيه، عوض افضل حارس في افريقي، هذا هو المقصود من كلامنا. يعني انت بتتكلم على الجائزه، المنافسه على جائزه افضل لاعب مش افضل حارس. نعم، الجائزه ديال افضل لاعب. بالنسبه لافضل حارس، تواجده هو امر طبيعي. بالاضافه الى تواجد الشناوي الحائز على دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي رفقه الاهلي، اضافه الى اونانا اللي كان تزوج رفقه انتر ميلان الايطالي. هل بتشوف انه طريقه الاختيار اساسا يعني ليك عليها تحفظ او ليك عليها تعليق، فكره اختيار الاسماء؟ لانه زي ما انتم في المغرب استغربتوا مثلا من استبعاد ياسين بونو من لقب الافضل افضل لاعب، كتير مثلا من اشقائنا في الجزائر برضو كان ليهم تحفظ على استبعاد رياض محرز، لانه الموسم الاخير ليه مع السيتي حقق الثلاثيه، وكانوا بيروا ان هو يجب على الاقل انه يكون موجود من ضمن الترشيحات. نعم، انا بالنسبه للراي ديالي كان لابد على الكاف تواجد ياسين بونو ورياض محرز ضمن القائمة النهائية، واستبعاد صراحة استبعاد أشرف حكيمي لأنه لم يكن له دور كبير رفقة فريقه باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى محمد صلاح رغم أنه توج رفقة ليفربول، لكنه بالقيمة لأنه كان حاسما دوره كبير رفقة الفريق، أعتقد أن ياسين بونو بالإضافة إلى رياض محرز لأنه توج بثلاثية رفقة مانشستر، رغم أنه لم يكن كذلك
حاسم وفعال في التشكيله ديال غوارديولا، لانه كان يلعب كاحتياطي، وبعض المباريات المهمه لم يكن يشارك فيها اساسا. هذا هو الاختيارات كما طيب خليني اعرف، انا عارف يعني احنا بنتكلم دلوقتي تقريبا عن اقل من 90 دقيقه ويبدا الحفل، بالتاكيد نعم. النتائج حسمت، يعني انا اعتقد انه تم تحديد سواء على مستوى الانديه او على مستوى اللاعبين الجوائز، جائزه الافضل هتروح لمين؟ هل في اي تسريبات عندكم في الوسط الاعلامي المغربي عن الاسماء الاقرب لتحقيق الجائزه او الاسماء اللي هتفوز بالجوائز الافضل؟ بالنسبه للتسريبات وبعض الاخبار القادمه من مدينه مراكش من الحفل، فانه افضل لاعب في افريقيا ستذهب ل فيكتور أوسيميني. أوسيمين لاعب ليفربول، لأنه توج رفقته ليفربول بالدوري. فيكتور أوسيمين لاعب نابولي، لاعب نيجيري، مهاجم منتخب نعم نيجيريا. أي نابولي، نعم نابولي، وتوج الهداف ديال الدوري. هذا بالنسبة لأفضل لاعب. أفضل حارس، هناك يقولون بأنه ستذهب إلى ياسين بونو. هذا افضل لاعب. هناك لاعب من سان داونز الجنوب افريقي سيتوج بجائزه افضل لاعب محلي. محلي، بيتر شالويلي. نعم بيتر شالويلي. نعم. بالاضافه الى افضل نادي، سان داونز سيفوز افضل نادي في افريقيا. ده على اساس ايه؟ يعني على اي اساس تم اختيار سان داونز؟ هذوما التسريبات التي لدي حتى الآن صراحة. على كل الأحوال أنا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا طبعا.